للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف السيد إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي. رحب بك أستاذ إبراهيم في نشرة أخبار الثالثة. ما هي الاستعدادات التي قامت بها شركة البحرين للمواشي لتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك؟ شكرا على إتاحة الفرصة، وأبدأ كلامي برفع أسوأ التهاني للقيادة الرشيدة. وأود أن أؤكد أن بحسب العادة الإقبال والطلب على اللحوم بجميع أنواعها يزداد خلال شهر رمضان المبارك، ولهذا فإن الشركة استعدت مقبلا على توفير الكميات التي تحتاج السوق. هناك شحنة من حوالي 2000 رأس من الأغنام الحية وصلت قبل أسبوع من سلطنة عمان، وهناك كميات أيضا بشكل يومي تصل لنا بالطيارة من مصادر أخرى مثل باكستان، أستراليا، كينيا. فالأنواع المختلفة من اللحوم متوفرة، وخاصة لحوم العجول، لأن الطلب على لحم العجول يزداد نتيجة لاختلاف العادات الغذائية والوجبات الغذائية في شهر رمضان المبارك. أستطيع أن أؤكد أن اللحوم بجميع أنواعها سواء المذبوح محليا طازج أو المستورد بالطيارة مبردة من هذه الدول، وكذلك أيضا لا ننسى أن هناك كميات من اللحوم تستورد وتخزن مثلجة والتي لها فترة صلاحية طويلة الأجل. فالمستهلك عند الخيار حسب قدرته المالية، وأيضا الأسعار لم تختلف هذه السنة عن السنوات الماضية وهي مستقرة، تبدأ من دينارين ونص إلى حوالي 4.5 دنانير في الكيلو على حسب النوع والمنشأ. فرمضان مبارك، والسلع الغذائية بصفة عامة وخاصة اللحوم متوفرة في الأسواق، ولا يعني يمكن يعني أطلب من المواطنين عدم التهافت، فالمخزون وافر وجيد، والشكر مرفوع إلى الجهات الرسمية سواء في إدارة البيطرة أو وزارة الزراعة لإصدار الرخص للاستيراد. وكذلك نؤكد أن شركة البحرين المواشي من خلال المسلخ الوطني الوحيد المعتمد في سترة تقوم بأعمال الذبح والصلخ وتقطيع اللحوم بجميع أنواعها وتوصيلها إلى المستهلكين، وشكرا. نعم، كل الشكر لك سيد إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي.